السلام عليكم، ازيكم يا احباب؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. متواصلين مع مجلد تفسير الاحلام للامام ابن سيرين، من اكثر المفسرين احلاما شرحة وبساطة يعني في التفسير بتاعه، او المجلد الخاص بالامام ابن سيرين. فمتواصلين في الجزء الخامس من الباب اللي هو التفسير رؤية ما يخرج من الإنسان وسائر الحيوان. طبعا احنا كنا اتكلمنا في الأجزاء السابقة، كنا اتكلمنا يعني رؤية الحليب، رؤية لبن النمر، رؤية برضو لبن الأفعى، رؤية الزبدة، رؤية الجبنة، وبرضو اتكلمنا ما يخرج من الإنسان. كنا اتكلمنا في رؤية الدمع اللي هو ايه، دموع الإنسان لما يحلم ان هو بيعيط في المنام. طب هل هو بيعيط مثلا العياط بتاعه حار، العياط بتاعه بارد، وهكذا. ده بيدل على ايه وده بيدل على ايه، واتكلمنا يعني عن التساوي والتبسم والضحك والعرق والدعاء وهكذا. هندخل ان شاء الله في الجزء الخامس من تفسير رؤيا البلغم والقيء والبول وهكذا. فبعد الصلاة والسلام على الحبيب، ندخل في تفسير رؤيا البلغم. طبعا احنا عارفين البلغم يعني ايه، ما حدش يقرف يا جماعة، لانك دي حاجات جوه الانسان. يعني احنا اصلا يعني الحاجات دي مننا احنا، فما نقرفش. يعني هنا تفسير رؤيا البلغم، البلغم هو ايه بقى؟ مال مجموع لا ينمو، فاذا رأى انه القى بلغما نال الفرج والشفاء ان كان مريضا. برضو ده إيه؟ اذا كان هو مريض او لا. طيب، فان راى انه تنخم فانه ينفق نفقه في سر، في سره. التنخف يعني اللي هو ايه، عارفين الواحد لما بيكون عنده برد بيبقى فيه خنفه كده، او مثلا مش قادر مثلا ان هو يعني ياخد ريقه او كده. احنا عارفين البرد يعني واحواله. وإن كان صاحب علم فإنه شحيح، شحيح عليه. وإن خرج من فمه شعر أو خيط أو مادة غير كريهة طالت حياته. يعني من خرج من فمه، احنا عارفين الفرق بين الفم والأنف، الفم اللي هو البق والأنف اللي هو الفم يعني المناخير، تمام. طيب، إذا خرج من فمه شعر أو خيط او مادة، بس اهم حاجة الحاجة دي تكون غير كريهة. لو غير كريهة يبقى طالت عمرها، لو حاجة مش كويسة يبقى حاجة مش لطيفة. احنا عارفين ان مثلا حاجة كويسة ريحتها طيبة هي مبشرة لصاحب الرؤية، حاجة مش كويسة وريحتها مش كويسة يعني مش حلوة لصاحب الرؤية. طيب، وقيل ان خروج الماء من فم الانسان وعظ من عالم ينتفع به الناس، او فتية، وإن كان تاجرا كان صادق، كان صدق كلامهم. وإن كان تاجرا يعني كان صادق في كلامه. طيب، أما القيء اللي هو القيء اللي احنا عارفينه، فدليل التوبة، القيء اللي هو ايه، الترجيع يا جماعة، تمام. فدليل التوبة على طيب نفس منهم. يعني لما الواحد بيقيء يعني بيرجع، اعزكم الله وربنا يحفظكم يا رب ويحفظنا جميعا، ان هنا برضو الواحد لما بيجي يرجع يا جماعة كأن روحه بتطلع حرفيا، يعني كأن روحه بتطلع. فهنا بقى في التفسير ان هنا دليل على التوبة عن طيب نفس كمان، يعني مش توبة وخلاص، لا، عن طيب نفس. وان تعذر عليه وكره طعمه، عفوا، كانت على كراهة منه. يعني هنا بقى ايه، ان التوبة يعني ايه، في ناس بتتوب توبة ايه يعني طيبة عن طيب نفسه، وفي ناس بتتوب اهو بقى ايه اللي هو برضو مش اللي هي بقى عن طيب خاطر، عن طيب النفس، اللي هي توبة النصوحة وهكذا. طيب، ومن كان تقيا وهو صائم ثم انغمس فيه فإن عليه دينا يقدر على قضائه ولا يقضيه فيأثم فيه. ده بقى القي، تمام. فإن شرب لبنا، هنا اللبن، وتقيأ لبنا وعسلا، يعني حد حلم انه شرب لبن، تمام، وتقيأ لبنا وعسلا. هنا بقى ايه،
فإن توبة فإيه فهو توبة فهو توبة، فإن ابتلع لؤلؤا وتقيأ عسلا فإنه يتعلم تفسير القرآن. تمام، ما شاء الله. فإن تقيأ لبنا ارتد عن الإسلام، وإن تقيأ طعاما فإنه يهب إنسانا شيئا. تمام، فإن عاد في قيئه عاد في هبته، فإن شرب خمرا ولم يسكر وتقيأ أخذ مالا حراما ثم رده، وإن سكر وتقيأ فإنه بخيل، لا ينفق على عياله إلا القليل ويندم على إنفاقه. ده حد مش كويس، إن هو مثلا يبقى بخيل على نفسه وعلى عياله وعلى بيته. هنا بقى، فإن رأى كأن أمعائه تخرج من فيه اللي هو إيه بقى، من بقه يعني، دل على موت أولاده. وقيل إن رأى فواقا، الفواق اللي هي إيه بقى، إذا شخصت الريح من صدر الرجل. يعني شخصت يعني إيه؟ يعني كأني بقى إيه، اللهم صل على رسول الله، الله أعلم. يعني هنا بقى كأنها بقى إيه، وكذا ما يضمه عند النزح والفواق. تمام، ما بين الحليتين. تمام، ثواني كده، من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك صوابعها ويرضعها. لا بجد أنا مش فاهمة النقطة دي. ولكن فإن رأى فواقا، الفواق اللي هو إيه، شخصت الريح من صدر الرجل، يعني كأن بقى إيه، يعني طالعة يعني بصعوبة يعني. تمام، والله أعلم برضه. وقيأ ذراعا مع الفواق دل على موته. وقيل من رأى كأنه تقيأ دما كثيرا حسن اللون دل على إيه بقى، إنه يولد له مولود، فإن سال الدم في وعاء عاش الولد. تمام، وإن سال على الأرض مات الولد سريعا. يا الله. طيب، وهذه الرؤية للفقير مال وملك كثير، أو هذه الرؤية مذمومة لمن أراد أن يخدع إنسانا. يعني مثلا هنا زي ما قلت لكم يا أحباب، إن الرؤية واحدة، ممكن غني يحلم نفس الرؤية، ممكن فقير يحلم نفس الرؤية، ممكن منافق يحلم نفس الرؤية، ممكن برضو كافر يحلم نفس الرؤية، ولكن التفسير مختلف عن ده وعن ده وعن ده. ليه بقى؟ طبقا لظروف الإنسان، حياته ماشية ازاي، ديانته، قربه من ربنا، وهكذا. تمام، وهنا برضو لما صلى على رسول الله، لأن أمره ينكشف، وأما الدم الفاسد فإنه يدل على المرض في جميع الناس عامة، الدم الفاسد. فإن كان الدم قليلا كالنفس دل على أهل البيت والقرابة على نيل الشر ثم يتخلص منه. وقيل إن في الدم توبة من اسم أو مال حرام ويؤدي أمانة في عنقه. برضو إحنا قلنا إن الدم أنواع، سواء مثلا دم فاسد، دم طيب سائل على الأرض رؤيته إيه، مثلا في طبق رؤيته إيه، وهكذا. طيب، ندخل بقى على تفسير البول. فهو في التأويل مال حرام، فإن رأى كأنه بال في موضع مجهول تزوج بقى إيه في ذلك الموضع امرأة ويلقي فيها نطفته بمصاهرة أهل الموضع أو جاره. تمام، وقيل من رأى كأنه يبول ثم ينفق نفقة تعود إليه لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تمام، فإن رأى كأنه بال في بئر فإنه ينفق من كسب مال حرام، فإن رأى كأنه بال على سلعة فإنه يبخس على تلك السلعة، فإن بال فيه محراب فإنه يولد له ولد عالم.
تمام. طبعا مثلا محراب يعني حاجة زي نظام ايه، محراب زي نظام مسجد صغير، او محراب حاجة تبع مسجد الله عز وجل. المحراب اللي هو المكان اللي بيتعبد فيه الانسان، تمام. وحكى ابن ان مروان بن الحكم راى كانه يبول في المحراب، فقص رؤياه على سعيد ابن المسيب، فقال انك تلد الخلفاء، تمام. ومن راى كانه بال بعضا وامسك بعضا، فان كان غنيا ذهب بعض ماليه، وان كان مكروبا ذهب بعض كربيه. فان راى كانه يبول ويبول معه آخر، فاختلط بولهما وقعت بينهما مواصلة ومصاهرة، تمام. فإن رأى، معلش معلش يا جماعة، أنا الفيديو ده هيبقى طويل شوية علشان مش هينفع إن أنا أفصل لرؤية البول، تمام. هنا بقى، فإن رأى أنه بال في موضع البول فأكسر، يعني البول كتير كده، أصاب الفرج، إن كان فقيرا وإن كان غنيا خسر ماله. زي ما قلت لكم يا جماعة إن الرؤية على حسب صاحب الرأي بنفسرها، تمام. هنا بقى، وإن رأى الناس يتمسحون ببوله ولد له غلام يتبعه الناس، فإن رأى كأن إنسانا معروفا بال عليه فإنه بدله فإنفاق عليه، وإن رأى امرأة تبول بولا كثيرا فإنها تشتهي الرجال. يا ساتر يا رب. فإن رأى الرجل كأنه يبول لبنا فإنه يضع الفطر، إن شربه إنسان معروف فإنه ينفق عليه في دنياه مالا حلالا. طيب، ومن رأى كأنه يبول دما فإنه يأتي امرأة وهي حائض. يا ساتر يا رب. وحكى أن رجل أتى ابن سيرين فقال رأيت كأني أبول دما، فقال اتق الله، فإنك تأتي امرأتك وهي حائض. قال نعم، حرام جدا 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 ان الواحد يأتي زوجته وهي حائض، تمام، لانك ده غلط، وبرضو في نفس الوقت مش صحية نهائيا، تمام، غلط على صحة الرجل وغلط على صحة المرأة. وهنا برضو وحكى ان رجل اتى ابن سيرين فقال رأيت كأني أبول دما، ماشي قلناها الحتة دي، فقال اتق الله فإنك تأتي امرأتك وهي حائض. فالرجل طبعا قال نعم، يعني فعلا. وقيل أن صاحب هذه الرؤية إن كانت امرأته حبلى سقطت، فإن رأى كأن الدم يحرق أحليه، الأحليه اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه بقى؟ الذكر، تمام، أو يؤلمه، فإنه يأتي امرأة مطلقة أو امرأة ذات محرم ولا يعلم ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن رأى كأنه بال زعفرانا ولد له ابن ممارض، يعني كثير المرض. يا الله، أعوذ بالله، سلام قال من رب الرحيم، يا رب عافيني يا رب. فإن رأى كأنه بال عصيرا فإنه يسرف في ماله، فإن رأى كأنه بال ترابا أو طينا فإنه رجل لا يحسن الوضوء، تمام، ولا يحافظ عليه. فإن بال نارا ولد له ولد لص، وإن خرج سبع ولد له ولد ظلوم، وإن خرجت سمكة ولد له جارية من امرأة أصابها من ساحل البحر، بحر المشرق. طيب، وإن خرج طائر ولد له ولد مناسب لجوهرة ذلك الطائر في الفساد والصلاح، يعني مثلا حد ولد، قصدي حلم انه بقى ايه، ولد خرج طائر ولد، الطائر ده اهم حاجه، هل هو فاسق في ولا فاسد، يعني فاسد الطائر ده، هل هو مثلا فاسد ولا صالح. ومن بال قائما فانه ينفق مالا جهلا، ومن بال في قمصه فانه يولد ايه بقى، يولد له ابن فان لم يكن له زوجه تزوج. فإن رأى إنه يبول في أنفه فإنه يأتي محرما، تمام. فإن بال في موضع فطر فإنه إيه بقى، فإنه ينفق في موضع لا يحمد عليه. طيب، هنا بقى هنقول إيه، وأتى ابن سيرين رجل فقال رأيت امرأة من أهلي كأن بين ثديها
إناء من لبن كلما رفعته إلي فيها لتشرب أعجلها البول، فوضعته، ثم ذهبت فبالت، فقال هذه امرأة مسلمة صالحة وهي على الفطرة، وهي تشتهي الرجال وتنظر إليهم، فاتقوا الله وزوجوها، فكان كذلك. تمام، يعني هنا برضو دي رؤية صالحة جات لابن سيرين ففسرها. طيب، ورأى والد واحد، يعني رجل ده، وكان راعي الغنم، كأنه ايه بقى، كأنه بال وعلى من بوله بخار عم السماء، عم السماء كلها. فسأل بابك المعبر، فقال لا أعبرها لك حتى تنسب إلي ولدا يولد لك، فوعده بذلك، فقال يولد لك غلام يملك الآفاق، فكان كذلك. يعني بقى ايه، لما الحلم الرؤية دي رأى كأنه راعي الغنم، تمام، سوري، كان راعي الغنم الراجل ده، ورأى والد أرديش ابن ساسان، وكان راعي الغنم. الراعي الغنم ده حلم كأنه بال، وعلى من بوله بخار، عزكم الله، بخار بقى بيعلى من البول وعم السماء كلها. طيب، هنا بقى لما راح للمعبر وسأله، قال لا، انا مش هعبر لك الرؤية دي الا لما يعني تتجوز وتولد ولد وتجيلي بقى عشان افسرها لك. فولد بقى بالفعل، فايه قال هنا ان هو يولد لك غلام يملك الآفاق كلها، فكان كذلك. فلما ولد ولد أرديش نسبه إلى بابك المعبر وفاء له بوعده، فلذلك يقال أرديش ابن بابك. تمام، وإن كان أبوه ساسام ورأى إنسان كأنه يهول في محفل من محافل السوق، فصار محتسبا على الأسواق، لأن من رأس قوما يهونون عليه. طبعا احنا انتهينا من تفسير رؤيا البول. اتمنى ان انا اكون افدتكم، وان شاء الله متواصلين في هذا الباب الجميل. اتمنى ان انا اكون افدتكم متواصلين، مش عارفه ليه بكرر الكلام كده. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الودي والمني والحاجات دي، انتظروني، لان التفسير ده مهم جدا، وقربنا نخلص الباب ده. دمتم في امان الله.